ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. النهاردة هنحكي حكاية جديدة من حكايات المنهج الجديد. قبل ما احكي القصة، في 4 كلمات شائعة هنقولها خلال القصة. ال4 كلمات عايزة منك ومنك ان انتوا تعدوا ذكرت كم مرة في القصة. ال4 كلمات هما قالت، إلى، معا، في. يلا يا أصحابي نسمع القصة. في يوم من الأيام ذهبت جميلة في رحلة مدرسية إلى حديقة الألعاب. ركبت جميلة حافلة المدرسة الكبيرة مع الأطفال والمعلمات. كان الجميع سعداء مسرورين. عندما وصل الأصدقاء إلى الحديقة كانت مليئة بالألعاب المختلفة، لكن كانت هناك واحدة فقط من كل لعبة. وهناك حدثت مشكلة. تجمع الأصدقاء على الزلاجة، فالكل يريد التزلج أولا. تكدس الجميع وتزلجت جميلة أول واحدة، لكن صديقتها لم تنتظر فتزلجت سريعا ووقعت على جميلة. وقفت جميلة متألمة هي وصديقتها، وقالت لهما المعلمة، كيف تصدمتما ولم حدث هذا؟ أخذت جميلة تفكر كيف تخرج من هذه المشكلة. فجأة لمعت عيناها وقالت، ها، لقد وجدت الحل. التفت الجميع إليها وقالوا، ما هو الحل يا جميلة؟ قالت جميلة، نقف معا صفا واحدا، ثم يكون لكل منا دور ينتظر الآخر فيه حتى ينتهي دوره ويقف على الأرض، ثم يبدأ هو في التزلج، وعندما ينزل يعود ويقف في نهاية الصف، وهكذا إلى أن نتزلج جميعا. قالت المعلمة، إنها فكرة جميلة، هذا حل يرضي الجميع. عاد الجميع للعب مرة أخرى وأمضوا وقتا ممتعا ورائعا معا. ثم تحرك الجميع معا باتجاه ملعب الكرة، وحوله ممشى الدراجات، ليجدوا كرة واحدة ودراجة واحدة. كل واحد فينا يفكر، يا ترى هيعملوا ايه علشان الكل يكونوا سعداء ومسرورين؟ متنساش نكتب كام مرة ذكرت الكلمات الشائعة الـ4 اللي قلت لكم عليها. لو مش فاكرين اسمع الفيديو من اول وجديد وانت هتعرف، وعدهم وانت بتسمع. ما ننساش الكلمات الـ4 الشائعة، في، وقالت، وإلى، ومعا. مع السلامة يا أصحابي.